لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ما نقص مال من صدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات صدقة في رمضان. وأي عبادة في شهر رمضان هي مضاعف الجزاء 700 ضعف أي شيء. سبحان الله، ربنا جعل في شهر رمضان أي شيء خير تعمله، ربنا وصل الأجر بتاعك والصواب بتاعك 700 ضعف. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات صدقة في رمضان. الصدقة تطفئ غضب الله عز وجل، فياريت كلنا إن إحنا نسعى وإن إحنا نخرج الصدقة دي. صدقة يومية، إن أنت لما تقابل حد في الشارع ومحتاج تديله، أنت شايف بعينك. مش بنتكلم عن اي حد، الناس اللي هي واخدينها شغلانة والناس اللي هم واخدينها، لا، في ناس احنا بنشوفها بجد بجد محتاجين، بجد عايزين، بجد ان هم باين عليهم ان هم محتاجين، بجد باين على شكلهم، فدولت بجد محتاجين ان انت تديهم، محتاجين عشان الناس ديت يوم القيامة بجد هتيجي وهتمسك في رقبة كل واحد فينا ويقولوا: يا رب شافونا واحنا مرميين في الشوارع محدش فكر فينا، شافونا واحنا مرميين على الرصيف محدش فكر فينا. الناس دي محتاجة بجد، محتاجة ان احنا نقف جنبها. فلوسك اللي انت محوشها والله العظيم ما هتنفعك، فلوسك اللي انت هتسيبها لولادك واللي انت هتسيبها اللي بعدك، اقسم بالله ما حد هيخش بدلك النار، ولا حد هيقول ان انا اخش مكانك. حتى كل إنسان هيتحاسب مع نفسه، كل إنسان هيتحاسب ويقف قدام يد ربنا بنفسه. فما تفكرش بحد بعد منك، وما تفكرش إن أنت تحوش الفلوس دي في نفسك تتمتع بيها قدام ولا تعمل بيها حاجة قدام، والله ما هتنفعك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيبشرك وبيقولك: ما نقص مال من صدقة. عمر الصدقة اللي أنت هتطلعها والله العظيم ما هتقلل من مالك ولا هتنقص منه شيء. الشيطان هو اللي بيوسوس لك، أو شيطان نفسك هو اللي بيهيأ لك إن أنت لما تطلع 10 أو تطلع 20 أو تطلع 50، لا، ده أنت مالك هينقص، وتلاقي عندك في البنوك كتير، بس هو الشيطان اللي مخوفك إن أنت لما تطلع هينقص وهيقل وهيعمل ده. الله، ويقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول إن الصدقة بتاعتك ديت هتطهرك. عارف أنت في الأيام اللي احنا عشناها اللي فاتت، مرض كورونا ومرض ومرض ومرض، بقول لك أنت عقم نفسك. شفت موضوع التعقم؟ ان احنا كنا نازلين نعقم نفسنا. شوف ربنا سبحانه وتعالى بقى ذكر الصدقة ديت في كتابه، بيقول: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. انت هتطهر نفسك، هتطهر جسدك، هتطهر قلبك، وهتطهر كل جوارحك. صدقة بسيطة، ممكن جنيه، ممكن 10، ممكن 1000،
ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان انت تطلع، بس ما قالكش تطلع كام، وما قالكش تطلع امتى، وما قالكش تطلع فين. طلع على قد ما تقدر، طلع على قد اللي معاك. معاك جيني طلع، معاك اتنين طلع، معاك عشرة طلع. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول لك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والله العظيم هتطهرك وهتطهر فلوسك. فلوسك ديت لو كان في جني حرام، لو كان في جني جاي غلط، لو كان في جني انت ما خدتش بالك ان هو كان جاي من مكان حرام، او كان جاي من مكان وحش، او كان جاي من مكان ما ينفعش، انت الصدقة بتاعتك دي هتطهر فلوسك وهتطهر كل حاجة. الصدقة ديت زي بالظبط ان انت لما بتصلي وبتصلي الركعتين السنة اللي بعد الظهر او بعد العصر، او بتصلي ركعتين السنة في اي صلاة، دولت بيطهروا الصلاة. لو في حاجة ناقصة في الصلاة، لو انت نسيت حاجة، لو انت غلطت في حاجة، لو انت ما كنتش مركز في الصلاة، صلاة السنة ديت بتحسن من الصلاة. الصدقة ديت زي السنة بالظبط، زي ركعتين السنة دول بيطهروك ودايما بيساعدوك على الخير، ودايما بيفتحوا لك أبواب رزق كتير قوي. والله العظيم الصدقة دي هتفتح لك أبواب رزق عمرها ما هتقفل في وشك حاجة، وعمرها ما هتقلل من فلوسك شيء. ده الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال كده، مش أنا ولا أي حد فينا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قال ما نقص مال من صدقة. أنت بتصدق الرسول، صدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ده كلامه، ما نقص مال. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من تقرب إلى الله بخصلة خير في رمضان كمن أدى فريضة فيما سواه. أي إنسان بيعمل عمل خير في رمضان، طلع صدقة، صلى ركعتين، أرى آية أو أرى حرف في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كأنه عمل فرض، كأنه عمل حاجة كبيرة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، كأنه عمل حاجة فيما سوى الأيام التانية دي، سوى 11 الشهر اللي فاتوا دول. 11 شهر اللي انت بتعمله ده، في كل ده في يوم واحد ممكن تعمله، في يوم واحد في رمضان. الصدقة في رمضان ب700 حسنة اللي انت طلعتها غير رمضان. شهر رمضان ده شهر الخير بجد، شهر ربنا سبحانه وتعالى عمله للعباد عشان يقربوا، عشان يغفروا ذنوبهم اللي فاتت دي كلها. احنا بنتكلم عن صدقة وبنتكلم عن شهر كامل. ربنا سبحانه وتعالى عايزك تتوب بأي شكل، عايزك تتوب بأي حاجة في الدنيا، عايزك تقرب له بأي شكل، عايز يغفر لك وعايز يمسح لك ذنوبك. ربنا سبحانه وتعالى عمل لك يوم واحد في شهر رمضان، وهي ليلة القدر، خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة. تعيش 83 سنة تعبد ربنا وتصلي وتصوم وتعمل كل العبادات، يوم واحد بس ان انت تقومه تقف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك كل الذنوب، وكأنك صليت وعبدت ربنا 83 سنة. ان شاء الله هنعمل حلقات كتير جاية قبل ما نخش على ليلة القدر، عشان بجد لازم نقف يعني نقف في ليلة القدر ديت، هي في 10 الأخرى من شهر رمضان. ياريت ما حدش يفوتها، وياريت كلنا نبقوا قايمين فيها عشان إن شاء الله تكون ناخدوا الصواب بتاعها. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن شيء، وهي الصدقة. الصدقة بتنظفك وبتحميك، وبتحميك من حاجات كتير، وتطفئ غضب الله. لو انت عملت شيء غضب ربنا سبحانه وتعالى، الصدقة اللي انت بتخرجها دي لو كانت نص جنيه حتى، ربنا سبحانه وتعالى ما شرطش عليك ان انت تطلع كام، ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك انت طلعت كام. هي اسمها صدقة، طلعتها بحسن نية، طلعتها ان انت يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيتقبلها منك وهيربها لك.
اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل